أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتنا السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا قاع بخير. أخوكم محمد مو ربي الحسون، كالعادة فيديو خفيف مع أخواتنا توجور على المقنين والطبيعة. اليوم أخوتي والله غير حبيت يعني ندير واحد التجربة، يعني حبيت نجربها ونشوفوا يعني النتائج تاعها واش يكونوا إن شاء الله. نقول له ان شاء الله يكون نتائج طيبه ونعرضها عليكم وبادلونا يعني بعض المعلومات ولا بعض النصائح اللي ممكن تقدروا تنفعونا بها. بون، قبل ما يعني نتطرق للتجربه اللي راح نديرها، حبيت برك نفكركم انه اليوم رانا 6 اكتوبر 2023، راه باقي نورمالمون 15 في الكنز اكتوبر، بقي حوالي 10 أيام وتبدأ موجة الهجرة يعني للحسون الأوروبي والعصافير الأوروبية، يعني كما طائر النعار والفازور والنينو الزرزور. ديجا البارح راني شفت فرق تاع زرزور صغير، وواحد الأخ راه قال لي راني شفت طائر النعار الليك، راه شاف واحد، يعني ممكن راه بدأت موجة الهجرة. وهذا هو وقت يعني وقت الهجرة تاع الحسون إن شاء الله. احنا نقولوا إن شاء الله يعني احنا نقولوا إن شاء الله يعني يكون يعني موجة هجرة مليحة إن شاء الله حسنا للجزائر. وذوكا يعني لاحظوا وشوفوا يا العزيز، ذوكا نهارات تبدأ تشوف الأشقاء المغاربة بدأوا يصيدوا يعني في هذا النوع من الحسون، وبعد يعني مدة اكتوبر يعني نص اكتوبر اللي هي بطبيعه الحال يبدا يدخلنا الحسون في السبات. ونورمالمون راكم تعرفوا المصدر تاعو منين، ما ظلش نعاود لكم، راه حسون اوروبي مهاجر الى المغرب الشقيق وراه يهاجر عندنا احنا ثاني هنا. يعني حبيت برك نفكركم باش ماشي يبداو يتلاعبوا بكم كالعاده ويقول لك بلي طاقته الدوله وما طاقته الدوله، وحتى يعني ويديروا يعني تمثيليه ويطلقوا كاش ناس هكذا، ولا حتى الدوله يعني تحكم هكذا سيبا تطلقها، ولا ماشي معناتها الحسون الاوروبي كاع ما يلحقش الجزائر، يلحق وراه بالتجارب وبالشهاده تاع عده مربين والحمد لله. ليسونسيال المهم باش تكونوا في بالكم برك، دوكا 15 اكتوبر هي تبدا تدخلنا السيبا. التجربه اللي راح نديرها وشنو دوكا واش راح نقول لكم. انا يعني بعض من عده تجارب توعي فهمت باللي انتشار الفلاحه هذه ادت الى شغل حرث الاراضي، حرث الاراضي اللي يرعى فيها الحسون، وحرث الاشواك يعني اللي يرعى فيها الحسون. يعني هذو المناطق انا كنت نجي ليهم قبل هنا، كنا نجو نصيدوا يعني في نهايه التسعينات وارواح، كانوا مناطق يعني نائيه ما يقدروش الناس يجوا ليهم بزاف الا يعني مالين الدوار ولا كذا، ويعني الاشواك يعني على رصانهم، يعني الشوك بكثره، يعني كانوا واحد كيما راني نوريكم دوكا في الفيديو دوكا من هنا جاي، يعني هذوك الاراضي ما كانوش يعني يفلحوا فيهم الا وحده ولا زوج هكذا، يعني تلقاها معمره شوك. ودوكا ملي يعني الحمد لله راه العافيه وكذا، يعني صبحوا يحرثوهم قاع، يعني قاع يحرثوهم. وهذا يعني شيء زاد كيما نقولوا احنا اثر على الحسون، خاصة الحسون المهاجر يعني ولا ما يلحقناش، وما من المقنين يعني ولا ما يلقاش الرعي. هاك شو المناطق دوكا كاع ما فيهمش شوك، حتى هذوك زادوا كسروهم الرعيان، هذوك باش يرعى باش يرعاو زعما النعاش تاعهم، زادوا كملوا اللي بقات كملوا عليها. انا واش راح ندير دوكا، راح نروح المناطق وين كيما نقولوا احنا ماهيش تاع فلاحة بطبيعة الحال، وماهيش يعني تاع رعي، نروح المناطق كيما نقولوا احنا على حافة الجداول وكذا وكذا، نغرس يعني زرعة الشوك. هي هذا دوكا راني درتو ميلونج، يعني كانت عندي واحد بيرية وهذيك هذه تاع راح لي اسمها تاع راح لي اسمها ليسونسيال، شوية بيرية وشوية زرعة الكتان هذو، صح مانيش يعني عامل عليهم، راه الأغلبية تاعهم هنا الشوك، زرعة الشوك، فهمتوا خاوتي؟ زرعة الشوك هي اللي راها البيرية، راني في الحقيقة زدت درت بزاف، كانت عندي واحدة خفتها راه شوية قديمة، ماشي قديمة قديمة بصح. المهم حنا رانا مبازين على زرعة الشوك، إن شاء الله هذو ماذا بينا ثاني نوضو، هذو ان شاء الله دوكا راح نعود نغرسهم هكذا خاوتي، نغرسهم في المناطق هذو ونراقبهم. يعني اذا زريعة شوك ناضت ويعني وكان كاين فيها شوك ويعني يقدر يرعى فيه الحسون وكذا، واحد منا وجا ان شاء الله
يعود يعني كثر من هذه العمليه ان شاء الله، يروح المناطق النائيه كيما نقولوا جبال وكذا، كيما نقولوا هذوك الجبال الهيها وين ما كاش زعما وين ما هي تحت واحد كيما نقولوا بور هكذا، يدير مناطق هكذا يغرس فيهم الشوك هذا وينوض فيه ان شاء الله، وعلى الاقل ريكيبيرو شويه بعض الاشواك اللي راه عليها الحسون والطيور الاخرى ان شاء الله. بارك الله فيكم. دوكا راني نروح نحكم كاش بلاصه، نبدا عمليه الغرس كيما نقولوا حنا، وان شاء الله تعجبكم العمليه، ومن الجاي يعني نتبعوها ونشوفوا اسكو ينوض اسكو ما ينوضش، كيفاش ينوض كيفاش يولي. وبارك الله فيكم. كيما راكم تشوفوا اخواتي الاعزاء، شوفوا هذه يعني الوطيه كيما نقولوا حنا، هذه المنطقه راه معمره اشواك، شوف اللي راعي الحسون. هذو المناطق هنا مقبل كانوا معمرين شوك، هذو البلايص ما كانوش يحرثوهم الناس في وقت تاع العشيه السوداء، كانوا هذو البلايص ما يحرثوهمش الناس، ما يمسوهمش كاع، كانوا معمره مقانن هنا، جو يعني جو صرفوا. شوفوا انواع الاشواك، شوف هاك الشارل هاوليك النظر هاك، شوف والله شوف يعني كان اكثر من هاك، وقيس على هذو المناطق كاع كان فيهم الشوك هاك، شوف راه خابط شوف. صح المشكل هاك، شوف المشكل انه دوك ملي انتشرت الفلاحه، انا سكت في الشوك، شوف ملي انتشرت الفلاحه رجعوا يعني حرثوا الاراضي تاع الشوك، وهذا من السبب الثاني اللي خلى المقنين يتناقص في البلاد انتشار الفلاحه. انا كنت نجي نصيد في هذو البلايص، هذو الوطايا يعني معمرين شوك، انا مكاش كاع اللي يفلح هنا ولا ودوكا هاي ولات هاك، تشوفوا لو يفلحوا. وهذا ثاني واحد من الاسباب اللي خلى الحسون الاوروبي يعني تتناقص الاعداد تاعو هنا، فعني عندنا في الجزائر ديجا هم بداو يحرثوها، هذه دوكا بداو يحرثو فيها، دوكا روح حتى البلايص هذيك، حتى هاي محروث حتى لتحت، حتى الوطية اللي كنت نصور فيها دوكا زيدو يحرثوها، شتو كيفاه، دوك المقلين واش ياكل، ما عندو ما ياكل، هذا ثاني من الأسباب اللي خلات المقلين يتنقص، المهم ربي يعاونهم. هاي اللي كيما راكم تشوفو خاوتي، راني حفرت لهم غي شوية في الأرض، راني بديت نغرس فيها، هاكم تشوف. دوكا نزيد ان شاء الله نردمها بالتراب، نسقيها غير بشويه ماء، راني حافظ شوف تروق هكذا، ونزيد نروح لبلايص واحد اخرين ثاني وندير فيهم، ومن بعد نشوفوا ان شاء الله كيفاش يخرجوا. وانا كيما راكم تشوفوا خاوتي، دوكا راني رجعت عليهم التراب، يعني تراب غير خفيف، دوكا نحاول يعني نسقيهم باش التراب يشد روحو برك هكذا، ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. دوكا نزيد نروح لمناطق واحد اخرين ثاني، نزيد نسقيه نغرس فيهم. نبغي باش التراب يشد روحو برك، ان شاء الله ربي يغيثنا بامطار الخير ان شاء الله، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذا البلاصة الثالثة هذه، أنا جبنا هنا ثلاثة، وكان نردموها ونسقوها إن شاء الله. هلا خوتي،
هذه المنطقة 3 دوك نزيد اللي بقات نكملها في مناطق واحد اخرين ونصوروهم يعني، والربيع ان شاء الله ولا نشوفوا كيفاش يولوا ان شاء الله. بارك الله فيكم.